نعبد وإياك نستعين. يوم دي عليك المطلوب عليك. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكسبندية وجميع أهل التروك، وإلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأولياء الكون أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. خصوصا إلى روح القطب الرباني والهيكل الصمداني والغوث النوراني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى روح سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي، وإلى روح صاحب هذه الوظيفة العالية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات في جميع الجهات، وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيتهم وعوانهم أجمعين وأصولهم وفروعهم على نية الصدق والقبول بحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبركة الجيلاني والبرزنجي والإسحاقي، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلا جيد رسالته بباهر الخالق وأيده بكماد الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباعه من لديه بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق رقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليه زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما أنظرت مناقبهم معطس الأسماع الواعية وطميت أعي فضائلهم فكانت سنة النهود إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم الموجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين
وإمام العلماء سالكين الناهلين من بهر الحقيقة والغانفين السيد الشريف وسند القدري في الهسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنامد الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بلغه الله تعالى بنفسه القوي والهفي جنة القرب والأمان وإقد نظمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بضرنه أسماء الحاضرين عند عمل مهمه وحقنه انتخبته من كلام بعض أرباب الطريقة ومن له في هضرة شيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال القمن وبث مناقب الأخيار واستنزالا لسيب الرحمات والبركات الغزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنهل من هظيرة القدس سهب الفيوضات الإلهية وفصلته بوسائط من لآل تراضيعا وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بنوك القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة إذ مناقب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. فأقول هو الشيخ الكامل والجهم ذو الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور السابع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد العبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسات وقيل جنكا دوسات ابن عبد الله بن يحيى زايد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون بن عبد الله المحام ابن الحسن مثنى بن الحسن سبط بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا نسب له في وجه آدم لمعة منعت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من ذا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الإطوان عليه وأمدنا بالأسران التي أودعتها لديه.